السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء وتغطيتنا المباشرة لقناة الأيام الفضائية من النجف الأشرف، وعلى يومين على التوالي لنقل مراسيم زيارة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرقد سيدنا ولي أمير المؤمنين عليه السلام. يوم أمس كانت لنا جولة أيضا في داخل المدينة القديمة بجوار مرقد سيدنا ولي أمير المؤمنين، والآن ننتقل إلى مكان آخر لنقل صورة جديدة متجددة للزيارة المليونية التي أفصحت عنها العتبة العلوية المقدسة بحسب تقديرات أولية، أقول بحسب تقديرات أولية يعني غاية عصر اليوم، لا سيما الآن تشاهدون لغاية هذه اللحظات الزائرون يتوافدون على مدينة النجف الأشرف قرابة 3 ملايين زائر تم رصدهم بحسب الأجهزة الخاصة، أجهزة المراقبة والإحصاء في العتبة العلوية المقدسة. خلال هذه اليومين تم وصول 3 ملايين زائر إلى النجف الأشرف. مطار النجف الأشرف الدولي أيضا من جانبه أعطى إحصائية من أول صفر لغاية 27 صفر، يعني خلال 27 يوم يعني غاية يوم أمس أكد بأنه وصل إلى مدينة النجف الأشرف أكثر من 265 ألف زائر، وعدد الرحلات التي توافدت إلى مطار النجف الأشرف الدولي قرابة 2280 رحلة خلال هذه 27 يوم من 1 صفر إلى يوم 27 صفر. هكذا عدد الرحلات استقبلها مطار النجف الأشرف الدولي قرابة 2280 رحلة، حملت على متنها قرابة 265 ألف وافد أو زائر إلى هذه المدينة المقدسة. ومثل ما تعرفون بأن هذه الزيارة زيارة وفاة الرسول الأعظم تأتي مباشرة بعد زيارة 40 يوم 28 صفر، ولكن الاستعدادات لهذه الزيارة بالنسبة لأصحاب المواكب، بالنسبة للاستعدادات اللوجستية للعتبة العلوية المقدسة لمحافظة نجف الأشرف، للجهد الخدمي، للجهد الصحي، للجهد الأمني يكون مواكب يعني لزيارة 40، غرفة عمليات واحدة استمرار من زيارة 40 مباشرة تبقى يحطون الرحال في النجف الأشرف، وتبدأ هنا مهام الاستعداد لزيارة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أن الزيارة المليونية تكون على أطراف المدينة المقدسة قرابة 30 ألف إذا مو أكثر من رجال الأمن، الشرطة، الحشد الشعبي المتوزعين مداخل النجف الأشرف الجنوبية، المداخل الشمالية، لأن النجف الأشرف استقبلت العديد من الزائرين من مختلف أنحائها من الجهة الجنوبية من المحافظات القريبة، فضلا عن منفذ الثاني ومنفذ الديوانية ومنفذ مدينة كربلاء المقدسة ومنفذ مدينة الحلة من الشمال، وفضلا عن الزائرين الذين بقوا في المدينة القديمة في النجف الأشرف في الفنادق بعد الزائرين العرب الأجانب بعد أن أكملوا زيارة 40، بقوا في هذه المدينة المقدسة لإكمال زيارة وفاة الرسول الأعظم، ومن بعدها ينسحبون إلى دولهم، إلى مناطقهم، إلى محافظاتهم، لا سيما المحافظات البعيدة. أصحاب المواكب الذين كانوا على طريق كربلاء لخدمة زائري 40 الإمام الحسين عليه السلام وقفوا في هذه المدينة المقدسة على مقتربات المدينة المقدسة، مداخل المدينة المقدسة، سجل أكثر من 7000 موكب خدمي وموكب معزي، يعني هذه المواكب التي دخلت النجف الأشرف بين المواكب المعزية والمواكب الخدمية قرابة 7000 موكب التي تم تسجيلها في هيئة المواكب الحسينية. تنظيم دخول المواكب عبر هذا الشارع إلى شارع زين العابدين، ومن بعدها في حول يطوف الموكب حول العتبة العلوية أو الصحن العلوي المقدس، ومن بعدها تنسحب المواكب عبر شارع الصادق، يعني حركة مكوكية في محيط العتبة العلوية المقدسة. وهذه الحركة تشهد الكثير من مواكب العزاء، من تقديم العزاء، تقديم الولاء إلى مقام سيدهم ولاي أمير المؤمنين في هذه المناسبة العظيمة الجليلة التي هي تعد من أكبر المناسبات ومن أضخم المناسبات في العالم الإسلامي، ألا وهي فقد نبي الرحمة، فقد رسول الله، وهو يوم حزين على العالم الإسلامي أجمع. نبي الأمة، نبي السلام، نبي الوحدة، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد في هذه الليلة، في هذا اليوم، يوم 28 من شهر صفر الخير. وهكذا فإن العالم الإسلامي يكون يعمه الحزن ويعمه الوجل ويعمه
الكآبة، لأن الرسول شخص الرسول فيه رحمة، فقد الوحي رحمة، وهكذا فإن العالم الإسلامي يعيش مأساة، فضلا عن المأساة العظمى بفقد رسول الله وبفقد هذه الشخصية العظيمة. آل البيت عليهم السلام فقدوا الرؤوف، فقدوا الكهف الحصين، فقدوا حماهم، وبفقد رسول الله فقد تكالب القوم على علي والزهراء سلام الله عليهما، وبدأت المصائب. المصيبة الأولى والرزية الأولى عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي الوصية الفصل أمة من بعده، عندما قال أعطوني دوات وقلم، فقال أحدهم إنه يهجر، لأنه كان على يقين بأن هذه الكلمات إذا خطت من قبل رسول الله على ورق وقلم، على قرطاس وقلم، فإن الأمر الفصل سيبقى بهكذا. علي ولي الله، وهذه البيعة. السلام عليكم. عظم الله أجوركم، تقبل الله زيارتكم. نعم، في هذه اليوم، هذا اليوم هو يوم المصاب، يوم الرزية بفقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أول حال أنه نعزي صاحب العصر والزمان بوفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيارة هي زيارة للإمام علي عليه السلام، لأنه هو صاحب البيعة، ونعزي العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وعلى رأسها السيد علي السيستاني. نعم، اليوم لحد الآن يعني في كل يوم في كل عام الزيارة تنتهي بعد الظهر. نعم، ما شاء الله هذه الأيام الزيارة لغاية الآن هذه الساعات المتأخرة والزيارة مستمرة. نعم، خلال هاي السنين الأخيرة لأنه جائحة كورونا، فناس شوي صار عندهم اللي تجبجب ما تجي، فذلك الحمد لله والشكر الوضع مستديب والأمان، وقاعد الزيارة تتجدد، يعني لا ساعات أخيرة من الفجر اليوم تتجدد الزيارة. إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله. موفقين مشاهدينا الكرام، لازلنا وياكم وتغطيتنا المباشرة، وكما أكد لي أحد الزائرين الوافدين بأن أعداد الزائرين مستمرة بالوفود إلى مدينة النجف الأشرف. الأمر الآخر مشاهدينا الكرام، تعود أبناء النجف الأشرف بأنهم يقومون بأداء مراسيم الزيارة من بعد الظهر، تدري يعني أجواء حارة مشاهدنا الكريم، فالزائر يأتي عصرا إلى سيد الأمير المؤمنين أداء الزيارة، من بعد هذه الطرقات الطويلة البعيدة. الخطة الأمنية ما شاء الله يعني عودت عليها الأجهزة الأمنية، تشكر من عندهم الأبطال الواقفين بالشوارع واللي يقدمون الأمن والأمان، ولكن الخطط لا زالت بائسة. قطوعات من نستطيع أن نقول منتصف شارع الكوفة، يعني الزائر إذا يريد يوصل إلى مدينة نجف الأشرف سير الأقدام يراد لساعة، ساعة فقط لدخول المدينة القديمة. رجال كبار، نساء مسنات، ومواكب أيضا. شوارع لحد الآن ليست بذلك تلك الشوارع التي تسع هذه الأعداد الكثيرة. مشكورة أيضا العتبة العلوية المقدسة، هيئت أول من المركبات نقل الزائرين من القطوعات إلى أقرب نقطة في المدينة القديمة. خدمات أخرى من أصحاب المواكب المنتشرين على الطرقات على الزقة، هم أصحاب الجهد اللوجستي والدعم اللوجستي، هؤلاء هم من يقدم هذه الخدمات، وبإمكانهم أن يكونون هم الجهد الساند لكل زيارة، لكل مناسبة، لكل مناسبة عزيزة على قلوبنا، سواء مناسبة فرح أو مناسبة حزن، هؤلاء هم من يقدمون هذا الجهد حبا برسول الله بآله الأطهار. وهكذا تتم الزيارات المليونية، تتم الزيارات في مختلف المناسبات ومختلف المحافظات، سواء في النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، الكاظمية، في سامراء، في مختلف مدن العراق، تجد من يقدم الإسناد لهذا الجهد الخدمي ويقدم الإسناد لهذه المناسبات. وإحنا إن شاء الله بكاميرتنا الأيام نقدم هذا الجهد، متوزع على الطرقات في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أو في هذه المناسبة نقول لكم صورة حية من النجف الأشرف وما يقدم من جهود، فضلا عن ما يقدم من أهمية لدى الزائر. اليوم احنا ننقل صورة إلى العالم أجمع، نقدم صورة عن أهمية هذه الزيارة وما تعنيه هذه الزيارة، سواء للمتلقي سواء للموجود في العالم الغربي، والكل اليوم في هذا المكان هو يقدم هذا المكان الخاص بالزيارة. عقيدتنا بأن نكون نسير على خطى آل البيت الرحمة عليهم السلام، سواء في أربعينية الإمام الحسين، في وفاة الرسول الأعظم، في مختلف المناسبات، ونأكد بأنه أعظم مناسبة لدى
مذهب آل البيت عليهم السلام هي فقدنا لرسول الله وفقدنا لأبي الضيم الإمام الحسين الذي خط طريق الرسالة وخط الطريق المحمدي على هذا النهج. لهذا نحن نركز ونشدد على العقيدة الحسينية العلوية الفاطمية المحمدية الحقة. هذه العقيدة هي التي أحيت لنا الدين الإسلامي بدماء الحسين، أثمر وأزهر الخط الإسلامي المحمدي العلوي بطريقه الصحيح بمبدئه الصحيح. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيا الأمة الإسلامية، أحيا الأمة بعد أن كانت في عهد ما قبل الرسالة تعيش الظلام والجهل، تعيش دفن بناتها، تعيش أفكار تكون أقرب ما يكون إلى الضلالة إذا ما كانت هي الضلالة بعينها، وكانت متشبعة بأمة تقتري إلى أبسط مفاهيم السلام والإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق وما بعثت إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة، هذا النور، هذا التسامي، هذا المبدأ السامي، هذا الخلق العظيم رسول الله الذي تحمل 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 من الأذى ما لم يتحمله غيره، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أوذي في بداية رسالته، وأوذي في رسالته، وأوذي في أهل بيته عندما قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي آل بيتي، ما أن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. وإحنا بهذه المناسبة، طه دائما يأخذنا بعض المعزين، يأخذنا بعض الأخوان في هذا المكان اللي نحاول نأخذ هذه اللقاءات مع أخواننا المعزين، ولكن أغلب الموجودين في هذا المكان نحتاج بأنه تكون عندنا فرصة للقاء معهم. أما يكون يحاول يخط الخطى ليقدم الزيارة، أو يكون زار وكمل وحائر بالسيارة، وهذا اللي نحكي به احنا. أخوان، ننطي صورة موجزة، وهذه الصورة تلخص هذه الزيارة بأنه نقول اليوم الخطط بما ينبغي أن تكون خطط أمنية وخدمية. الحمد لله الخطط الخدمية ماشية على قدم وساق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرتوا عظم الله لكم الأجر. الحمد لله زرنا، الحمد لله والشكر. كل التوفيق. عزيزي سيدكم لا إله رمين بهذه إن شاء الله. إيه عظم الله. فعلا عزينا. وجددنا العزاء، وكل سنة إن شاء الله. كل سنة إن شاء الله نجدده. حقيقة أنا قبل قليل ذكرت بأنه الزائر قاعد يتأذى من شغلة واحدة: قطع الطرقات من مسافات بعيدة. يراد لساعة يوصل لليزور، وساعة يرجع تعبان، ويا الله يلقى سيارة. ناشد يعني إحنا الأجهزة الأمنية، نقول لهم جزاكم الله خير. والله ناشد وزارة النقل أن شوية كثرون بالآليات، آليات ماكو. الجهات الأمنية هم نفس الشيء. نجدد خطط. نبقى صارنا 15 20 سنة، 20 سنة هي نفس الشوارع وهي نفس القطوعات. فعلاً 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 نفس القطوعات وازدحامات. وقوة نوصل، نوصل لهن قوة. بعد روح جزاك الله. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، سلام عليكم. تعبان. الله يوفقكم ان شاء الله. تعبان والله شيخ. تعبان تعبان والله. ليش تعبان؟ تعبان والله من المشي. من المشي؟ اي والله شيخنا. صار كل قد تمشي ساعته؟ ساعه اكثر لا والله الا ساعه. وصلت الى الزياره؟ وصلت ان شاء الله. والان راجع مشي؟ مشي للكوفه لاهلي. لاهلي ان شاء الله. شلون هالزياره كانت؟ زينه ان شاء الله. زينه زينه ان شاء الله. زينه ان شاء الله. واشيتكم ان شاء الله. من هذا؟ هذا محمد جيراننا، قالوا زورنا يا من الشهداء الأبطال. راح تزوره وترجع. اي والله الأبطال. رحم الله والديك شيخنا. موفقين. مشاهدي الكرام، الآن أحد الزائرين حامل صورة شهيد، ويأكد لنا بأنه هذا من الأبطال الذي قدم دمه رخيصة في سبيل أن تحمى هذه المقدسات ويصان العرض. ولولا دماء هؤلاء الشهداء الأبطال، هؤلاء الشهداء الذين قدموا كل غال ونفيس، لما بقيت لدينا زيارة، ولا ما شاهدنا هكذا ازدحام، ولا ما شاهدنا هكذا
ورود إلى إحياء زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى وفاته أو زيارة الأربعين، فألف تحية منا لشهدائنا الأبطال الأبرار الذين قدموا كل ما يملكون، جعدوا وجود بالنفس أقصى وأغلى وأبعد غاية جهودي. وهكذا مشاهدين الكرام احنا مستمرين ياكم بنقل هذه الصورة المباشرة من النجف الأشرف، وهذه الصورة هي متجددة، والصورة في بعض الأحيان تغني عن الكلام، لهذا أحاول أن أخذ بعض اللقاءات. المعطاء مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة الاقتباس من هديه والسير على نهجه والتمسك بطريقه والنهل من معينه الصافي. سلام عليكم سيدنا، أظم الله أجوركم، موفقين إن شاء الله بزيارتكم. جزيتم خيرا، أحسنتم، رحم الله والديكم. والله العظيم أنا بدون إغراق أقول لأن أتشكر من العراقيين ومن المواكب ومن خدمة زوار الحسين وكذلك أمير المؤمنين والرسول الأعظم. كانت لدينا زيارة عظيمة بفقدنا لرسول الله وعزائنا لأمير المؤمنين. كيف أميت عليه علي بن أبي طالب وأمتني كما مات عليه علي بن أبي طالب، اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد. والله العظيم يعني اليوم عندنا أكبر زيارة هي، والحمد لله الذي رزقنا هذه الزيارة، نحن من إيران جايين والحمد لله على بعد الطريق واكتسبنا الزيارة والثواب والأجر إن شاء الله، وكذلك أنتم مأجورين إن شاء الله، عظم الله أجورنا وأجوركم وكل المسلمين. شكرا 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 على اللقاء. موفقين يا عزيزي سيدنا العزيز. مشاهدين الكرام لازلنا وياكم وتغطيتنا المباشرة، نأخذ هنا وهناك الزائرين الوافدين النجف الأشرف، سواء كانوا هؤلاء من مدينة النجف الأشرف أو من المحافظات العراقية أو من الدول الإسلامية الدول العربية، فنقول بأن هذه الزيارة المليونية هي زيارة تجديد عهد ووفاء وبيعة لسيد ولاي أمير المؤمنين، لا سيما وأنه هو المعزى، هو نفس رسول الله، هو أخو رسول الله كما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآخى بينه وبين علي عليه السلام، هذه الأخوة الأولى. وعندما قال الله سبحانه وتعالى في يوم المباهلة أنا أقاب الحسنين الحسن والحسين، وهكذا يعلمنا الله ويربينا رسوله الكريم على الطريقة الحقيقية والطريقة الصحيح لاتباع هديه ونهجه، إن علي المعزى سلام الله عليه في هذا اليوم هو وصي رسول الله وخليفته من بعده وزوج ابنته والمنصوص عليه بالولاية والبيعة في يوم غدير قم. وهكذا حاول من بعد رسول الله الجماعة الذين حاولوا بأن يكون لديهم دستور خاص ويتصارعون على العرش وكأنما هي مملكة يتصارعون عليها وليست كأنما هي رسالة محمدية وطريقة سماوية خطها الباري عز وجل وأنزلها بدستوره العظيم. هكذا شاء الباري عز وجل أن ينير طريقنا بمفاهيمه القرآنية أنفسنا وأنفسكم. واليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا، بمن تمت النعمة بولاية علي أمير المؤمنين في غدير قم، ومهما حاول الكافرون والله يحصمك من الناس، هكذا يخاطب رسوله نبيه، الله يحصمك من الناس. من هم الناس؟ الهمج الرعاع الذين حاولوا حرف الرسالة، وهيهات أن يكون فينا محمد وعلي والحسن والحسين سلام الله عليهم، والحجة فاطمة الزهراء والأئمة المعصومين، لا سيما إمامنا المهدي المنتظر المعزى في مثل هذا اليوم، أن يكونون هم سادتي وقادتي وهم الرسل والأئمة المعصومين من بعد رسول الله، أن يكونوا في هذه الأمة وأن تواجه الأمة الضلال، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو أراد ويمكرون. الله في أرضه إمامنا المنتظر الذي يرعى هذه الزيارة ويرعى هذه المراسيم ويرعى هذه الأحداث ويرعى كل شيء. فاليوم بهذه المناسبة سلام عليكم، قواكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم هذه المناسبة العظيمة، زيارة وفاة الرسول الأعظم. يوم أو زيارة ما دي النجف، يعني دي زيارة تمشي. أنت من جيت؟ أنا من النجف الرومية.
قاعد تمشي اليوم شلون شفت الزياره؟ زياره روحانيه عقائديه بيع علي امير من سلام بس او زياره علاقيه وواي ناس اوز ناس ناس زوار اقول ناس تمشي وواي زيارة. كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق موفقين. الزياره اليوم زياره الشباب بتجديد العهد لسيدي وملاي امير المؤمنين لسيده ملاتي فاطمه الزهراء بفقدهم لرسول الله. وانا احيي هذا الاستشهاد الرسول سلام الله عليه، زياره حلوه متشابها بالامام زياره الامام الحسين، ان شاء الله موفقين على هاي الخدمه. موفقين ان شاء الله، توصلون بالسلام موفقين. مشاهدين كرام، لازلنا وياكم وناخذ بعض الزائرين المواسين في هذه المدينه القديمه، ومن يقدم العزاء ويقدم التعزيه لسيد ولاي امير المؤمنين. ولازلنا نؤكد بان الهدف الاسمى والاهم لمثل هذه الزيارات وهذه التجمعات المليونية في هذه المدينة المقدسة في كربلاء هو تجمعات عقائدية لإيصال الصوت المحمدي العلوي الحسيني إلى العالم أجمع. سلام عليكم، قواكم الله، شلون صحتكم وأجوركم؟ التقينا في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام وأكدتونا بأنه الحمد لله اليوم جهدكم جهد المرور الساند في وزارة الداخلية منتشر على كل الطرقات، يأمنون أيضا الزيارة ويوفرون ما يمكن توفيره على الرغم من بعض العقبات. والله بالحقيقة طبعا بادئ ذي بدء، قال عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هاي المناسبة الأليمة اللي تمر على العالم الإسلامي عام، حقيقة أخوانكم مفارز المرور مديرية مرور المحافظة عدت خطة خاصة لهذا اليوم، أو بالحقيقة تحضيرات قبل ثلاثة أيام، عندكم معلوماتكم وزائرين من المحافظات القريبة وكذلك أقضي والنواحي اللي تابعة المحافظات القريبة. مثل ما شاهدون حضراتكم يعني ذروة الزيارة في ساعاتها الأخيرة إن شاء الله، وختامه مسك إن شاء الله. احنا نعزي أنفسنا أولاً والعالم الإسلامي ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل. بالحقيقة شهدت هاي الزيارة مرونة، واعتقد لاحظتوا انه ماكو قطوعات والحمد لله والشكر. احنا سيادة عميد وسام يعني تعودتوا معكم صراحة اكو قطوعات، ولكن احنا شنو نتمنى؟ لا زالت بعض الامور يراد لها اسناد، مو فقط الجهد المروري اكيد، ايضا الجهد الخدمي، ايضا الشوارع يحتاج لتوسيع، هذا كله يحتاج يحتاج حتى تتقدمون خطة متناسبة مع أكيد. ما موجود على الارض. طبعا هي الخطة الخدمية تتماشى مع الخطة المرورية. الخطة الخدمية من فضل الله يعني شاهدتوا الخدمات موجودة، لكن عندك معلومات اكو ضيق في بعض المناطق، وهذا طبعا يلقي بظلاله اعداد السائرين المليونيه المحافظات اللي لحد الان سيادة عميد وسام قرابه 3 ملايين زائر والاعداد تزيد بعد حسب الاحصائيات. نعم نعم، وزياره مستمره يعني احنا لاحظنا هذا العام انه الزياره في مثل هكذا ساعات هي منتهيه العام الماضي والقبله، لكن قاعد تشاهدون هسه التوافد اكثر، وان شاء الله السلامه للجميع ان شاء الله. ممنون. الله يسلمك. نتمنى يعني حقيقه عندما نذكر فالشيء احنا ساندين لجميع الجهات. نعم. سواء الجهد البلدي الجهد الخدمي، لان انتم من عندنا واحنا من عندكم أكيد. ورسالتنا ان شاء الله تكون بيضاء الى الجميع اكيد. اتمنى من يعني في السنه القادمه تكون شوارعنا عرض وتكون خططنا من الجهات المعنيه افضل واتم ان شاء الله. طبعا الطموح مشروع، النجاح هو بتضافر جميع الجهود للجميع حتى المواطن تحياتنا لهم وان شاء الله نتمنى لهم السلامه الدائمه. العميد الحقوقي وسام الشيب جاسم الكعبي مدير مرور، شكري الجزيل، وحقيقه اقدم لكم يعني اقول احترامي وامتناني لما قدمتوه رجال المرور الابطال في وزاره الداخليه اللي قدموا جهد استثنائي على طيله الزياره الاربعينيه من قبل شهر صفر والى اليوم قرابه الشهر. رجل المرور يقف على الشارع في الليل في النهار، تنظيم الشوارع، تنظيم القطوعات، الحفاظ على ارواح الزائرين، لا سيما شهدنا زياره 22 مليون ذهابا النجف استقبلت قرابه بالحقيقه بزياره الأربعين مو فقط ممر ومستقر مثل ما قاعد يشاهدون حاليا. اغلب الزائرين وخصوصا الاجانب منهم يقضي السبعه الاخيره من شهر صفر في النجف الاشرف بعد عودته من كربلاء المقدسه. احنا عدادنا يشتغل في اثنين المحافظات مرور، احنا يمر باتجاه كربلاء ويعاود باتجاه النجف. ان شاء الله جهود اخوانكم رجال المرور هي الصف في مصلحه هذا البلد العريق وهاي المحافظه المقدسه اللي تستحق من عندنا الكثير والكثير.
عميد مرور وسام مدير مرور النجف الأشرف، شكر جزيل وتقديري وتحياتي لجناب الكريم ولجميع رجال المرور في هذه المدينة المقدسة. شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة. شكرا جزيلا حبيبي عميد وسام. مشاهدي الكرام، وعدناكم بأن نأخذ لقاءات حصرية اليوم مدير مرور النجف الأشرف الطانة ما يمكن شهادتها زيارة الأربعين، فضلا عن هذه الزيارة يعني زيارة مستمرة ومتناسقة يعني متناغمة مثل ما كانت هناك ذهاب إلى كربلاء وعودة إلى النجف الأشرف. سلام عليكم، عظم الله أجور. الله أجور سمعك، بارك فيك. حدثنا عن هذه الزيارة ومراسم الزيارة وروحانية الزيارة. أجواء روحانية ما شاء الله، يعني ما أقدر أعبر، أجواء روحانية. بالمناسبة أنا من ديالة مو منا، أجواء روحانية وما أقدر أعبر. اليوم الزيارة تختلف عن غيرها من الزيارات الأخرى، هي تجديد بيعة لأمير المؤمنين، لا سيما وأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه بقي وحيدا فريدا بعد رسول الله. نعم. شلون تبقى أمير المؤمنين وتوقف وتجدد العهد وياه؟ والله ما أعرف أنا عبر، إحنا زيارتنا إليه نعمل بعمله، نخدم الزائرين وخاصة اللي يجون من خارج البلد. نعكس الصورة الإيجابية بالضبط لعراقنا لمدننا المقدسة. بالضبط. أحسن. كل التوفيق إن شاء الله. مباشرة من النجف الأشرف ونقدم لكم هذه الصورة الجميلة لجميع الموجودين، يشاهدون الشباب اللي خلفي، الجميع الموجودين على هذه الطرقات ويؤدون مراسيم الزيارة، زيارة السيد مولاي أمير المؤمنين في ذكرى وفاة نبي الرحمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا لقاءات خاصة مع الجهات المسؤولة في هذه المدينة، تعرفون أغلب الآن الشخصيات الموجودة في النجف الأشرف كجهات مسؤولة أو متنفذة هي مشغولة بمهامها. الآن مدير مروح حصلنا لأنه الرجل يتفقد القواطع المسؤولية وعندنا موعد معه وقدرنا نحصله، أما باقي الجهات كجهات أمنية أو جهات خدمية ما قدرنا نحصلها لأنها لانشغالها بمهامها. ومع ذلك احنا باقين مع الزيارة في هذا المكان، نقدم المعساة لشخص أمير المؤمنين سلام الله عليه بفقده لرسول الله. اليوم الأعظم أيضا في هذه الرزية، رزية فقدنا لرسول الله وفقدنا للوحي سلام عليكم. ورحمة الله حبيبي، عظم الله أجورنا وأجوركم، الله يحفظكم بجاه الحسين إن شاء الله، رحم الله والديك، الله يحفظك. زيارة والله مبارك إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد، بيعودها على الزوار بجاه هو الحسين إن شاء الله، بجاه محمد وآل محمد، بيعودها عليك كل سنة وكل عام إن شاء الله، بجاه محمد وآل محمد. قدمت العزاء لسيد ولاي أمير المؤمنين في هذه الزيارة المليونية إن شاء الله، وقدمنا خير من الله إن شاء الله، نعمة فضيلة. الله يحفظكم ان شاء الله بجاه محمد، الله يحفظكم ان شاء الله بجاه محمد حبيبي. زيارتكم مقبوله ان شاء الله، كل التوفيق ان شاء الله. موفقين. مشاهدين كرام، احنا مستمرين بتغطيتنا من النجف الاشرف ونقدم لكم هذه الصور الخاصه والحصريه بفضائيه الايام، وعودتكم بان تكون صورها متنقله وشاشتها تعطيكم هذه الصور للزيارات المليونيه سواء في مدينة كربلاء المقدسة أو في مدينة نجف الأشرف أو في باقي المحافظات. وإحنا سلامنا عليكم، قواكم الله. تعال نايم هنا 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 هنا. شلونك زيارتك؟ والله الحمد لله زيارة، عظم الله عليكم الأجر والأمة الإسلاميين، مصاب هذا الجلل، مصاب وفاة رسول الله، عظم الله عليكم الأجر. فقدنا لرسول الله يختلف عن فقدنا لغيره. الأمة اليوم فقدت المنار، فقدت الرسول، فقدت الرحمة، فقدت الوحي الذي ينزل على صدر رسول الله، فهذا فقد عظيم. فقد عظيم، كلش عظيم على شيعة أمير المؤمنين والأمة الإسلامية خاصة، وهاي يعني فقدان كلش أليم هذا. كل التوفيق إن شاء الله، كل التوفيق إن شاء الله. مشاهدين كرام، لازلنا مستمرين وياكم وهذه التغطية الخاصة بزيارة أمير المؤمنين والخاصة بالمواساة لفقدنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطه يقول لي الكنترول يبلغني 3 دقائق، أنا خلال 3 دقائق أستثمر هذه الفرصة. اليوم رزية الزهراء سلام الله عليها التي فقدت الأب وفقدت كل ما يحيط بها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الكهف لفاطمة الزهراء عليها السلام. الزهراء بفقدها لرسول الله بدأت الأشخاص
والشخصيات التي كان لها دور الهامشي تحاول أن تأخذ الدور الرئيسي في لعبة الكراسي التي اخترعتها لنفسها، وكأنما هي معركة لرياسة، معركة لإمارة، معركة لخلافة، وهكذا كان النزاع عند سقيفة بني ساعدة. تركوا الزهراء وعلي عند رسول الله في أنفاسه الأخيرة، تلفظ أنفاسه الأخيرة، وذهبوا هناك يتآمرون على السلطة لنهب ما يستطيعون نهبه. وهكذا كان في المأساة الأخرى، هجموا على دار الزهراء، أحرقوا الباب، أسقطوا الجنين. هذه المأساة والطامة الكبرى، وأرادوا أن يأخذوا ما هذه اللحظات الأليمة، اللحظات العصيبة التي جرت على قلب سيدتي وملاتي فاطمة الزهراء. حرموها من البكاء على أبيها حتى قام سلام الله عليه سيد ولاي أمير المؤمنين ببناء بيت الأحزان لها خارج المدينة. قالوا لقد أزعجتنا الزهراء بكثرة بكائها ونوحها على أبيها. اغتصبوا فدكا واغتصبوا الخلافة وأسقطوا شهادة الزهراء وشهادة الإمامين الحسنين عليهم السلام، وارتكبوا بأحاديثهم الزور والبهتان عندما قالوا نحن معاشر الأنبياء لا نورث. مشاهدي الكرام، اليوم قدمنا لكم صورة مقتضبة لزيارة سيد ولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مناسبة فقدنا لرسول الله. في هذا الختام، ختامنا لتغطيتنا التي استمرت على مدى يومين يوم أمس وهذا اليوم من النجف الأشرف في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء إلى سيد ولاي أمير المؤمنين، إلى سيد ولاي صاحب العصر والزمان، إلى الأئمة المعصومين، إلى سيدتي وملاتي فاطمة الزهراء بفقدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المصاب العظيم الجليل، لا سيما مراجعنا العظام الأمة الإسلامية تجمع في يوم الوحدة الإسلامية في هذا الفقد العظيم. وأتقدم بشكر الجزيل لأبطاننا اللي عودونا على نقل هذه الصورة الحية للعالم أجمع في الكنترول، أبطاننا الموجودين من مخرجين من تقنية والأخوان في الإدارة والمصور طه. وإلى لقاء آخر في مناسبات أخرى متجددة، إلى ذلك حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.